أهلا أحبائنا مشاهدينا في كل مكان، بحييكم في اسم الرب يسوع المسيح. قال يسوع: إلى الآن لم تطلبوا شيئا، أطلبوا لكي يكون فرحكم كامل. اليوم مثل ما وعدناكم في هذه الفقرة رح نصلي مع الاحتياجات. كثير ناس عندها احتياجات نفسية جسدية وروحية، ومن خلال قراءتي لكل الطلبات الصلاة بستنتج انه فعلا في احتياجات كثيرة، منها احتياجات تسديد الاحتياج، احتياجات لشفاء المرضى، احتياجات في المشاكل الأسرية، واحتياجات نفسية. طبعا في كثير عم بيعانوا، عم بمروا في ظروف صعبة في هذه الأيام. عاوز أشجعك اليوم أنه حتى قبل ما تطلب الله بيسمع والله بيستجيب. إذا أنت جاي من كل قلبك بقلب تائب وبقلب فعلا تطلب مجد الله في حياتك، والكتاب المقدس مثل ما كررت أنه بشجعنا أنه نطلب، اطلبوا تجدوا، اقرعوا يفتح لكم. بقول الرب يسوع: لأن كل من يسأل يأخذ، وكل من يطلب يجد، وكل من يقرع يفتح له. لكن خلينا هيك نيجي بثقة، نيجي بإيمان للرب يسوع المسيح. يقول الكتاب: ومهما طلبتم حينما تصلون فآمنوا أن تنالوه فيكون لكم. خلينا في هاي اللحظات نيجي في ثقة، في يقين إلى عرش النعمة. الرب حي، يسوع بيختلف عن كل الأنبياء، يسوع حي يتفاعل ويتواصل مع احتياجاتنا. يسوع المسيح مش بيتكلم كلام لكن بيفعل أفعال. والشيء اللي الجميل، احنا ما زلنا نطلب في اسم الرب يسوع المسيح. وخلينا قبل ما نطلب احتياجات الصلاة خلينا نفحص أنفسنا أمام نور المسيح الكاشف، عمل الروح القدس في قلوبنا، ونقول له: يا رب انت شجعني، يا رب كلمني واعلن مشيئتك في حياتي. وانا بصلي من اجل كل مشاهد، كل مشاهدة، كل اللي بيسمعونا في هذه اللحظات، مهما كانت طلبتك كبيرة او صغيرة ما تستقل فيها، الرب حي والرب بيتجاوب مع احتياجاتنا. خلينا نيجي في بساطة الأطفال، لكن نيجي بإيمان وبيقين إنه إلهنا حي. وبتعرف حبائي، لما بقرأ طلبات الصلاة أول شيء بحب أشكر كل الناس اللي تبرعوا كمان يصلوا من أجل هذه الاحتياجات. مثل ما اتفقنا اليوم وبكرة ويوم الخميس نخصص كل طلبات الصلاة لكل المشاهدين اللي بيشاهدونا عبر الفيسبوك، وكمان انتو شجعوا اخرين من خلال هذه الصلوات. خليني ابتدي. بعض الاحيان يمكن اذكر اسامي، وبعض الاحيان في اسامي مش راح اذكرها بالكامل حفاظا على سرية الشخص. راح يعني أقرأ بعض الطلبات، وكل شوي بنرفع هذه الطلبات في الصلاة. في أخت وسام بتقول: صلوا من أجل الرزق، من أجل ابني الصغير وأهلي لو سمحتوا. من وقت ما شفنا طلبة الصلاة إحنا منصلي من أجل إنه الرب فعلا يسدد كل احتياج، والرب يلمس ابنك الصغير وكل أهلك، والله يعمل شيء متميز متغير معك في هذه الأيام. الأخت لميا دنها: رجائي بالرب يسوع ويقين أنه تصلي رب يبارك، محتاج صلاتكم من أجل بناتي. بناتها في ظرف صعب جدا جدا، ولكن بمشيئة الرب. يقول الرب: صلوا ولا تملوا. فعلا ينبغي أن يصلى في كل حين ولا يمل. حطيت طلبتي أمام إلهي ومخلصي، رجاء صلي. رح نصلي يا أختي، رح نصلي ونرفعك بالصلاة.
الأخ ألف نون عندي حد ثانوية عامة ومنتظرة النتيجة، وعندها أمل أنه تدخل طب، رجاء الصلاة من أجلها في اسم الرب يسوع. كما كان مع يوسف كان رجلا ناجح، ينجح في كل خطوة. وعندي حد مريض بالسكر الكاذب، رجاء أنه نرفعه بالصلاة. وعندي 2 أطفال عندهم سكر في الدم، خلينا نرفعهم في صلواتنا والرب يعوض كل خير. أخت ميرفت، أنا حزينة جدا وفي ضيق شديد، يا ريت تصلوا حتى الرب يفرحني. يا رب يعطيك هيك عوضا عن الرماد روح فرح، تبتهجي في الرب. لا تحزنوا لأن فرح الرب هو قوتكم. رب يملئك بفرح لا ينطق به ومجيد، لأن ثمر الروح محبة فرح سلام. يملئك بالمحبة ويملئك بالسلام ويغمرك بأنهار من الفرح الدائم في اسم الرب يسوع. الأخت أمال بتطلب صلاة شفاء من أجل بنت العمر 6 سنوات، إلها 6 سنين ما بتحكي، هي من احتياجات أو ذوي الاحتياجات الخاصة، اسمها نعمي. وأنا بشكركم كتير والرب يبارك حياتكم في اسم الرب يسوع. يا رب تفتح فعلا فمها وتلمس كل ضعف فيها، تتمجد في شفائها في اسم الرب يسوع. الأخت بسمة البردوية بتصلي من أجل حلول روح القدس في البيت وطرد الشياطين من عائلتي وبيتي. احنا بنتحد معاك في الصلاة انه الرب يبعد كل انزعاج، كل اضطراب، كل قلق، كل مخاوف في اسم الرب يسوع. يبعد كل شر وكل روح غريبة بتحاول تعبث في هذا البيت. الرب يعطيك نصرة المسيح، غطاء وحماية دم الرب يسوع على جميعكم. الأخت منتهى صلاة من أجل السلام لبيتي وعائلتي، وبتصلي من أجل مشيئة الرب في اسم الرب يسوع أيضا سلام. الأخ محسن من فضلكم صلوا من أجل ابني ماركو، يتحنن الرب عليه ونشوف عجائب. احنا بنثق في صلواتكم ولما بتصلوا في اسم الرب يسوع. ماركو عمره 14 سنة، من فضلكم كلياتنا نتحد بالصلاة من أجل ماركو. محتاج زرع نخاع، وهي عملية جدية. أخوي محسن، الرب يغمرك بحضوره في اسم الرب يسوع، والرب الآن يلمس ماركو ويجري عملية جراحية في حياته. روح الله القدوس ما فيش لا تحد أي مسافات. المسيح اللي قال لقائد المئة، يعني القائد قال قل كلمة، المسيح اتكلم بالكلمة وشوف غلامه من مكان بعيد. وهكذا الرجل الشريف وهكذا المرأة الكنعانية، الرب اتكلم بكلمة عن بعد، واحنا بننطق كلمة الإيمان في اسم الرب يسوع المسيح من أجل ماركو ومن أجل كل مرض اللي بيشاهدونا. الرب يتحنن، الرب يلمس، والرب يشفي. وعلى فكرة احنا بنتكلم مش كلام ولا مجرد إعادة أمور منحاول نقلدها أو نبرمجها. أنا أؤمن في الإنجيل الكامل. الإنجيل الكامل هو عبارة عن 5 خدمات للرب يسوع المسيح. كان يعلم في مجامعهم، كان يكرز ببشارة الملكوت، كان يشفي كل ضعف وكل مرض في الشعب، كان يخرج الأرواح الشريرة النجسة، وكان يصنع خير، يشبع الآلاف، يسدد الاحتياجات، ويهتم باحتياجات الناس. مكتوب عن يسوع هو أمس واليوم وإلى الأبد. فنحن ننطق كلمة الإيمان في اسم الرب يسوع من أجل هذه العائلة، ومنصلي يا رب من أجل ماركو إنه تصنع معجزة ونسمع الأخبار الحلوة. الأخت ميميخا، صلوا لأجل كل حياتي بتقول فشل
في كل مجالات حياتي، لا عمل ولا زواج. هاي الأخت مش عارف شو اسمها، لكن هي ذكرت بدون اسم، وإحنا بنحترم هذا الشيء. هذه الأخت يا رب بنرفعها إنه تحلل عليها البركة مرة واحدة، تعوض لها عن كل السنين اللي أكلوا الجراد. ومنصلي اليوم في اسم الرب يسوع الفشل يتحول لنجاح، وتعطيها النصيب الصالح، الزوج الصالح من عندك أنت يا رب، وتكون أسرة، وهاي الأسرة تخدمك أنت وتكون مباركة. ومنصلي هذا الأمر يتم في هذا العام في اسم الرب يسوع المسيح. في أخت تاني، سلام المسيح، أطلب صلوات من أجل حالتي المادية والديون المتراكمة على زوجي. على فكرة في كتير طلبات مثل هذا الموضوع، بصلي في اسم الرب يسوع يحول اللعنة إلى بركة، ويسدد كل احتياجاتك، ويفتح أبواب العمل، وهيك يسكب بغنى من السماء، ويعطيك القرارات الصحيحة. لأنه في كتير مرات بتكون بسبب قراراتنا الخاطئة. بس شو رأيكوا قبل؟ محتاجين نرجع للرب يسوع، محتاجين نحط ثقتنا في الرب يسوع، وخلينا نصلي. الرب يسوع قال اطلبوا ملكوت الله وبره أولا، وهذه كلها تزاد لكم. ننتهر كل روح شريرة في أي بيت، ولا سيما الضرب المادية أو اللعنة المادية، وتسدد الاحتياجات المتراكمة على هذه الأسرة في اسم الرب يسوع. بصلي يا رب من أجل الأخ بو خلفة، بصلي يا رب إنه تباركه، عم بيطلب مساعدة، عم بيطلب صلاته في اللغة الفرنسية، بما معنى بمختصر عم بيطلب مساعدة الله من الآب، بيطلب من الآب إنه يساعده. وصدقني يا أخوي، لما أنت بتطلب من الآب، الرب باسم يسوع، الرب استمع والرب استجاب، والرب يعطيك سؤل قلبك. الأخت ميم طلب صلاة لبنتي، الرب يجد لها شخص مناسب للزواج، آمين في اسم الرب يسوع. بتقول إنه بنتها مطلقة، وبتصلي إنه الرب يعوضها عن كل السنين اللي أكلها الجراد. أرجوكوا صلوا من أجلها، ربنا يدبر حياتها هي وبنتها، ربنا يتدخل في حياتها، ويتدخل في حفيدتك بنتها كمان، والرب يتدخل في هذا الموضوع، ولتكن مشيئة الرب في حياتكم. مران آثى، الرب قريب، بطلب صلاة من أجل الروح القدس يجاوب على كل تساؤلاتي. مستنيرة عيون أذهانكم مكتوب، فقدسوا الرب الإله في قلوبكم، مستعدين لمجاوبة كل من يسألكم عن سبب الرجاء الذي فيكم بوداعة وخوف. مكتوب أيضا فتح كلامك ينير يعقل الجهال، شريعتك جعلتني أحكم من كل أعدائي، لأني بوصاياك أتفطن بصير ذكي. يا رب أنت جاوبوا على كل تساؤلاته. ليندا، صلاة لزوجي وأولادي حتى يعرفوا الرب في اسم يسوع. هاي أعظم طلب وأعظم صلاة، منحط أولادك بين إيديك، ونثق بالآية التي تقول أما أنا وبيتي فنعبد الرب، آمن بالرب يسوع المسيح فتخلص أنت وأهل بيتك. مرات الأسماء، يمكن لأنه في كتير أسماء عم تيجي من المنطقة البربر، من القبائل، فمرات الأسماء بتكونش واضحة. بطلب صلاة من أجل عائلتي في اسم الرب يسوع، عائلتك تكون ملك للرب يسوع. منى بتطلب صلاة من أجل تسديد الاحتياجات الروحية والمادية وحل للمشاكل، آمين في اسم الرب يسوع المسيح. ستا بتطلب صلاة من أجل لبنان ومن أجل الحماية. تعرفي أخت ستا، صدقيني يوميا يوميا عم نصلي من أجل لبنان. ربنا يسمع الصلاة من فوق. لبنان مذكور في الكتاب المقدس،
والناس كلها عم بتتكلم عن التدهور الاقتصادي والتدهور من نواحي كثيرة، لكن الرب يعني يستخدم البلد انه تكون نهضة وشعلة. وبصلي هيك الله بمعجزة انه ينقذ البلد ويكون هيك في روح رجوع الى الرب يسوع المسيح وتوبة حقيقية للرب يسوع المسيح، ونعلن لبنان ملك المسيح في اسم الرب يسوع. مينا صلاة من اجل امي، يتمجد معها ويشفيها من القولون العصبي والمعدة والضغط المرتفع، من كل مرضها في جسدها ويدها، يعطيها طولة العمر في اسم القدوس. آمين آمين آمين. أخوي مينا في اسم الرب يسوع المسيح. لما بتقول أنا أريد صلاة من أجل الرب يقويني أكثر وأكثر في الإيمان، ومن أجل بيتي بيتك للرب، والرب يزيدك إيمان ويشدد إيمانك ويقوي إيمانك يا أختي. ليندا بتطلب صلاة لزوجها العراقي وابنها يوسف وبنتها ليعرفوا الرب. مكتوب انه هي عابرة من ظلمة الاسلام، مثل ما انت اكتشفت نور المسيح كل اسرتك بالايمان يكتشفوا نور المسيح. وهذا اعلان، طوبى للذي يعلن الرب ذاته لاي شخص. صلي انه رب يعلن ذاته لاهل اسرتك ولأهل بيتك في اسم الرب يسوع المسيح. سميرة بتقول أنا رح أشارك بالصلاة، يعني هي بجيش الصلاة معنا بتصلي، لكن هي برضو كمان عندها طلبة صلاة من أجل بنتها حتى الرب يلمس قلبها يستخدمها لمجد اسمه. صلاة لخلاص بيتي، وبدي أطلب صلاة من أجلي حتى الرب يعطيني نعمة وبركة لمجد اسمه القدوس في اسم يسوع المسيح، له كل المجد في اسم الرب يسوع. أختي سميرة، من أجل بنتك، من أجل خلاص بيتك، والرب يعطيك كل نعمة وكل بركة وتشوف الخير في كل أيام حياتك في اسم الرب يسوع، ويستخدمك الرب. وإحنا بنشكر الرب من أجلك إنه أنت بتشاركي معنا في الصلوات من أجل كل هذه الاحتياجات. ربيع بحب الرب، هيك كاتب الاسم. أمين. أنا أهل بيتي بحاجة لصلاة، كمان نحط أهل بيتك في اسم الرب يسوع. وديع صلاة من أجل نتائج البكالوريا في اسم الرب يسوع، نجاح. بلسم بتقول يعني اسمي بلسم، صلي لي لشفاء النفس والجسد من كل تشويش. الرب يبعد عني كل روح تشويش وكل صراع وكل تناقض في اسم الرب يسوع المسيح. وبصلي اليوم انه الرب يعطي لمسة بنعمة خاصة بقوة الروح القدس في حياتك. الأخت ابتسام بارود بتقول من فضلك تذكرنا بالصلاة حتى الرب يجمع شملنا أنا وزوجي وبناتي. أمين، وشكرا لمحبتك. أنا بعرف هذه الأخت وهذه العائلة في اسم الرب يسوع، يزلل كل صعوبة ويكسر كل قيد ويعطي نعمة خاصة في عينين السلطات، في عينين زوجي. وبصلي هيك تشوفي بركة كلها تحل مرة واحدة وتسمع الأخبار الطيبة، وفعلا لم شمل كل العيلة. وربنا يباركك يا أختي ابتسام، ويبارك كل أسرتك كمان، وخلاص لكل بيتك، والرب يستخدمك أكتر وأكتر لمجد اسمه في اسم الرب يسوع المسيح، له كل المجد. كمان الأخت حفصة أو حفظة إجني الظاهر، هي من القبائل، بتقول صلي من أجل أمي كي تتحرر من قيود إبليس حتى الرب ينال قلبها. وصلاة من أجل إخوتي، الرب يباركهم ويسدد احتياجاتهم ويقوي إيمانهم، وأي شيء في حياتهم لا يمجد الرب ينكسر في اسم يسوع. عندي طلبات كثيرة لكن لا أعرف كيف أنطق بها لأني قبائلية، لا أعرف كثيرا العربية. يا أختي الرب بيفهم كل اللغات، وبيفهم القبائل وبيفهم العربي. هو اللغة الأصلية تبعتكم كانت اللغة القبائلية، العرب دخلوا على شمال أفريقيا،
لكن برضو الرب بيسمع والرب بيستجيب، وبصلي في اسم الرب يسوع انه يسدد كل الاحتياج ويقوي ايمان كل الاسرة، وبصلي انه الرب يستجيب كل الطلبات وكل الصلوات لانه بيعرف قلبك وبيعرف كل احتياجاتك. نرجس، انا طالب يصلي من اجل زوجي، الرب يهديه والاولاد حتى يتقي ربنا ويبعد عنه العلاقات الوحشة ويصرف علينا. انا بصلي لكل الازواج يحبوا زوجاتهم وفعلا يكونوا كرمة على الزوجات وعلى الاولاد وعلى البيت. البخل خطيرة جدا، فانا بصلي اليوم انه رب يتمجد في استجابة هذه الصلاة. لكن اهم من كل هذا يا اختي نرجس، كل الاسرة تكون ملك الرب يسوع المسيح. هلن، من فضلك صلي معي امام المجد، ملك المجد، رب الارباب، لابونا السماوي. صلي بالكامل حتى مشيئته يستجيب لصلاة كل من صرخ اليه في وقت الضيق. إلهنا إله المعجزات، آمين آمين آمين. الرب يتدخل ويشفي بالكامل بحسب مشيئته، آمين. والأخت اللي طلبت صلوات من قبلها كمان، بنصلي من أجل كل الأسرة، من أجل شفاء كامل لكل الأسرة، شفاء نفسي وجسدي وروحي. الأخت ريم برفعها بالصلاة، بتصلي من أجل زوجها وأولادها، يكسر قيود الخمر ومن أجل تحرير كامل، وأنه البيت يكون كله ملك الرب يسوع. بقية الأسماء اللي ذكرتهم من أجل الخلاص، خلاص الرب، وفي اسم الرب يسوع نتحد معك يا أختي أنه الرب يستجيب. باسمة تطلب صلاة من أجل افتقاد إلهي لابني وبنتي وزوجي حتى يعرفوا الرب، كمان يحرر من الإدمان المخدرات الولد، ومن أجل خلاص، والرب يبارك حياتكم ويزيدكم نعمة. بتصلي في اسم الرب يسوع المسيح. بيداء بتصلي من أجل بنتي ومن أجل ابنتي ومن أجل زوجي وأولادي، كلهم يعرفوا الرب. وأنا أيضا من الجماعة اللي رافعينكم بالصلاة وعم بيصلوا من أجل كل اللي بيسمعونا. أخوي منير بصلي من أجل صلاة الأطفال في كل العالم، في المستشفى في مرض السرطان حتى يتشفوا، آمين في اسم الرب يسوع المسيح. واليوم احنا فعلا عاوزين نصلي من أجل مرضى السرطان، من أجل الأطفال. يعني في كندا يقال المستشفى هنا سيك كيدز هوسبيتال واحد من أقوى المستشفيات في العالم، وطبعا شيء مؤلم للعائلة، فلذة الكبد لما أولاد وبنات يصابوا بمرض السرطان. كمان كتير اللي عم بيشاهدونا يمكن في حالة يأس، أنت يمكن استسلمت خلاص لإرادة الرب، أمين، بس منضلنا نصلي لآخر لحظة إنه الرب يتمجد. يا رب أنا برفع كل أطفال العالم وكل أطفال العائلات اللي بشاهدوا هذا البرنامج، تمد يمينك الشافي، ننتهر السرطان كل مسبباته وكل عوارضه. برفع كل مرضى السرطان اللي بشاهدوا هذه الحلقة، تعطيهم الصحة والشفاء الكامل في اسم الرب يسوع المسيح، آمين. سهيلة من أجل بيتي وأولادي وأحفادي، كلهم نضعهم كلهم في الصلاة، أما أنا وبيتي فنعبد الرب. ميري محتاجة لتوبة محبة المسيح، صلاة إلى بلدي المجروح العراق، آمين في اسم الرب يسوع، العراق في يد الرب. صلي من أجل بيتي وأولادي في اسم الرب يسوع، كل أنت وكل أهل بيتك. إذا أنت بتشاهديني صلاة بسيطة أختي محتاجة لتوبة مثل العشار، تعالي مثل ما أنت، قولي له يا رب كلمات بسيطة،
اللهم ارحمني أنا الخاطئ، تعال أنت تملك على حياتي، واستجيب دعائي، استجيب صلواتي. عاوز أرفع صلوات من أجل كل العائلات اللي بشاهدونا، عاوز أقول جميع أولادكم، جميع بنيك تلاميذ للرب، لا تفلت نفس واحدة، كل أولادنا، كل بناتنا، كل بيوتنا هاي السنة تكون سنة معجزات بغض النظر الكورونا. الرب يفرحنا بخلاص نفوس العائلات، مثل ليديا بائعة الأرجوان آمنت هي وأهل بيتها، مثل سجان فيليبي آمن واعتمد هو أهل بيته، مثل رئيس المجمع آمن هو أهل بيته، مثل إبراهيم آمن هو كل أهل بيته، وأنت وأهل بيتك ملك الرب يسوع في هاي اللحظة في اسم الرب يسوع المسيح. وخبرينا يا أخت ميري إذا صليتي، منحب نسمع منك. وسان من أجل ابني عنده تأخر، عنده أوتزم، باسم الرب يسوع رجاء تصلوا من أجل وسام. ليس لديه إقامة، صار له أكثر من 10 سنوات بين المحاكم. يا رب يا رب تتدخل وتتلم وتجمع الشامل. يا رب الولد يا رب اللي عنده أوتزم، مد يمينك الشافية. وأنا عاوز أصلي من أجل كل الأسر اللي أولادهم عندهم أوتزم، توحد، في اسم الرب يسوع المسيح. يا من أخذت أسقامنا وحملت أمراضنا، نعلن أنهم جميعهم بجلدتك شفيوا في اسم الرب يسوع، آمين. راموس، أوكي، شوي بالفرنسي، من أجل صحتي أنا بعاني، شكرا لك. صلاة كمان من أجل أخي واليتامى في اسم الرب يسوع، يعني بصلوا من أجل شقة من الحكومة، يكون هيك في سقف بيسترهم باسم يسوع. نتحد معاك يا أخوي راموس إنه الرب يسدد كل احتياج بغنى. واليتامى مكتوب عن الرب قاض، يعني هو قاض الأرامل وأبو اليتامى، ما تخافش، هو أبوهم، هو اللي بيعتني فيهم في اسم الرب يسوع. فاتحي لدي أخطاء كثيرة، صلي علي لكي أتوب. أخوي فاتي، كلياتنا مليانين أخطاء وعيوب من هامة الرأس إلى أخمص القدمين، صدقني لا كبير ولا صغير، بس الفرق هي نعمة الرب اللي بتلمس، وانت بتصلي صلاة توبة قل له يا رب أنا بتوب وأنا برجع لإلك وبحط إيماني وثقتي فيك اليوم. صليها وقل له يا رب أنا بعطيك حياتي، بسلمك حياتي اليوم حتى تسود عليها في اسم الرب يسوع المسيح. ماجد، ربنا يشفي أختي ويتمجد في موضوع الشغل في اسم الرب يسوع المسيح، يفتح الأبواب يشفي كل مرض. رضوان ببوكيدر أو بخضر، كمان اسم ظاهر في عنا كتير من أحبائنا من القبائل. أنا كتير كتير فرحان، أنا بحب المغرب والجزائر وشمال أفريقيا من كل قلبي، وإنتوا كتير غاليين على القلب، وأنا عارف إنه بتمروا في ظروف صعبة، وأنا عارف بتمروا في اضطهادات وتحديات. احنا معاك واحنا منحبكو واحنا منصلي من اجلكو حتى الرب، يعني حتى الرب يتمجد والرب يعمل امر عجيب اليوم في حياتك اخوي بو خضر. صلاة للبركة، ربنا يبارك بلدك ويبارك اسرتك. امال من اجل اولاد وحماية من كل شر، امين في اسم الرب يسوع. ميسون، الرب يفتح صلاة من أجل بنت حتى يفتح بصيرتها. قديش الأم تتعذب لما الأولاد بيكونوا ما بيعرفوا الرب، حتى يفتح بصيرتها وقلبها ويعطيها الرب ثمرة البطن. احنا نتصلي بالأول إنه الله يفتح بصيرتها وتؤمن بالرب يسوع المسيح،
ومنصلي هيك مع الباكج كمان مع بركة الرب هاي السنة، يعطيها طفل مين بيعرف يمكن تكون مؤمنة بالرب يسوع المسيح. آمين في اسم الرب يسوع. من أجل ابنها عنده توحد من الولادة وعمره حاليا 25 سنة في اسم الرب يسوع شفاء، ويفتح البصائر. ذكرت عدة أسماء ومع العائلات منحط الأسماء والعائلات يا أخت ميسون أمام الرب وأولادك وحفيدك، وأنه بركات الرب تفتح وأنه يفتح البصيرة ويفتح السماء، وحفيدك كمان دانيال في اسم الرب يسوع، كل أفراد أسرتك ملك الرب يسوع. جنيت بتقول اشتركنا في صلاتك إلي ولخواتي وأخي حتى الرب يتمجد في حياته، من الرب يقويك ويحمين. آمين في اسم الرب يسوع. ليليان تشكر الرب من أجل محبته، بنرفع الصلاة من أجل كل المتألمين واللي فقدوا أحبة بسبب المرض أو الفيروس، من أجل ابن آدم حتى يلمس الرب قلبه، من أجل إخواتي البعدين. أنا أؤمن أن الرب يستجيب صلاتنا. آمين هاي السنة تكون سنة صلاة استجابة الصلاة، ويا رب احنا بنرفع صلاة خاصة اليوم انه تضرب هذا الوباء، ينتهي وباء الكورونا في اسم الرب يسوع المسيح، وكل المرضى اللي مصابين بفيروسات متعددة غير الكورونا وامراض الكورونا في اسم الرب يسوع شفاء كامل وحماية على كل جسد في اسم الرب يسوع. آمين. كمان اسم يعني شوي صعب، لكن بقول أنا بصلي وبنضم لفريق الصلاة معكم، طلبت صلاة أنه الرب يتمم ارتباطي بشخص معين، عارف أنه هو الإنسان اللي طلبته من الرب، حتى بس الرب يوضح الأمر ويستخدمني الرب لأجل مجده. والرب يفتقد أهلي، الرب يعطيك أهلك كلهن يكونوا للرب، والشخص اللي بتتكلم عنه عن الارتباط لتكن مشيئة الرب. المهم ان احنا نتبع صوت الرب، وخلينا دائما نتذكر لا تكونوا تحت نير مع غير المؤمنين، لانه لا شركة للنور مع الظلمة او نصيب للمؤمن مع غير المؤمن. مهم جدا اللي بيسمعوني ان زواجك يكون مقدس، ارتباط مقدس وبحسب مشيئة الله المقدسة في اسم الرب يسوع. شذا بتقول أنا محتاجة صلاة، عندي مشكلة كبيرة مع عيلتي وخاصة زوجي وبنتي بحاربه محاربة عدو الخير علي، والبيت على وشك الخراب والعيلة على وشك التشتت. يا رب يا رب هذه الأخت برفعها بين إيديك، هي كل أسرتها لا تسمح بانهيار هذا البيت في اسم الرب يسوع المسيح، بل بالعكس بصلي انه هذا البيت يكون ملك للرب ورجوع للرب واستخدام للرب، تكون عائلة مباركة تحدث عن مجدك وعن عملك العظيم في حياتنا. وداد بتطلب صلاة من اجل الصحة النفسية من قلق واكتئاب وارتفاع في ضغط الدم. يا رب يسوع من فضلك من فضلك أعطيها الصحة والشفاء الكامل جسدا نفسا وروحا في اسم الرب يسوع. باسم صلاة من أجلي في عملي حتى أستمر، من أجل أسرتي، أنا يعني أسرة وحيدة مسيحية في البلاد منقيم فيها ونرجو الصلاة من أجلهم. يا رب تتدخل في حياة هذه الأسرة، تعطيهم نعمة وخليهم يشوفوا نفوس من عملك العظيم المبارك. في طلبات طبعا طلبوا صلاة بس ما ينذكروا، وإحنا بنحترم هذا الشيء. عبير صلاة من أجل أهل بيتي في اسم الرب يسوع المسيح، أنت وبيتك للرب. فاديا والدها مصاب بالكورونا والابن مصاب أو مرافق بالمستشفى، اسم الرب يسوع شفاء من مرض الكورونا. جنيت
صلاة من أجل المرضى، والرب يحفظكم. آمين في اسم الرب يسوع المسيح. في أخت هون بتطلب صلاة بس عدم ذكر اسمها. سلام المسيح، صلاة من أجل بنتي حتى تعرف الرب وتكون خادمة للكلمة وتتحرر وتفك جميع قيودها لتعرف الحق، والحق يحررها باسم المسيح يسوع. آمين آمين آمين. أخوي رشيد بقول مبارك، نهار مبارك لك كل الإخوة والأخوات. طلب صلاة لأبي المريض من أجل شفاء من العملية الجراحية، صلاة خاصة من أجل خروج نتيجة تحليل مبشرة بشفاء تام. آمين في اسم الرب يسوع. أخوي رشيد ولمسة شفاء بالكامل من أبونا في السماوات لأبي، وكمان صلاة من أجل عمي محمد من الجزائر في اسم الرب يسوع، شفاء كامل لكل الأسرة في. والرب يعطيك سؤل قلبك أخوي المحبوب رشيد. نادية بتصلي من أجل زوجها والأولاد، يبعد الشر عنهم. آمين. هذه كانت صلاة يا عبيس. ليتك على فكرة رددها، قل له ليتك تباركني، عيدها، وتوسع تخومي، وتكون يدك معي، وتحفظني من الشر حتى لا يتعبني. فأتاه الله بما سأل. الرب هو إله حي يسمع ويستجيب كل الطلبات. يا رب احنا بنرفع كل هذه الطلبات بين ايديك، تسدد كل احتياج، تشفي كل مريض، تكسر كل قيد وكل ادمان. يا رب اتوحد كل اسرة، تشفي كل المشاكل الاسرية، تعطي ثمرة البطن وايضا النصيب الصالح للي طلبوا زواج، وحماية بغطاء دمك. وبركة يا رب على الجزائر والمغرب ولبنان، اليوم نصلي من أجلهم، تحل بركتك عليهم. ومنصلي يا رب من أجل صلاة من أجل كل الطلبات وكل الاحتياجات في اسم الرب يسوع. آمين آمين آمين. لا تنسوا تكملوا، تستمروا تبعتوا بطلبات الصلاة. راح كمان يوم الخميس كمان نفتح المايكيك ونصلي صلوات مفتوحة مع جميعكم، لكن رح نستمر اليوم بالصلاة مثل ما طلبت اليوم وبكرة ويوم الخميس، مخصصة لجميع الصلوات والطلبات اللي بتوصلنا عن طريق الفيسبوك. بصلي انه الرب يتمجد باستجابة الصلوات، وكمان بحب اسمع اذا في استجابة صلوات انه تشاركنا فيها. والرب يكون معكم، شارك هذا الفيديو حتى يكون بركة مع الاخرين في اسم الرب يسوع. آمين. Thank you.